السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذكر مشاهدينا الكرام أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، كما يظهر أسفل أو أمامكم على الشاشة. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن برمجة أجهزتكم للانتقال إلى هذا التردد. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن الميليشيات وفرق الاغتيالات والموت المنتشرة في العراق، وفقدان الحكومة أو حكومات ما بعد الاحتلال أيضا بشكل عام السيطرة على هذه الميليشيات التي وصفت من بعض زعماء الميليشيات بالوقحة والمنفلتة. هنا اليوم نتحدث مشاهدينا الكرام عن أين الدولة، أين سيطرة الدولة على السلاح الذي طالما وعدت به حكومات ما بعد الاحتلال بحصر السلاح بيدها، ولغاية هذه اللحظة لم ينفذ من هذا الوعد أي شيء. كذلك موضوع وعود مصطفى الكاظمي بتجنيب العراقيين العنف، أين هذه الوعود؟ نرى يوميا مسلسلات اغتيالات مستمرة في العراق في مناطق تخضع تحت سيطرة القوات الحكومية، ويفترض أنها مناطق تسمى مؤمنة لكن تحدث فيها عمليات اغتيالات بشكل كبير. طبعا نتحدث أيضا عن التقارير الصحف الدولية تجاه ما يحدث في العراق، ولدينا مجموعة من الصحف الدولية حقيقة تتحدث عن موضوع الانفلات الأمني في العراق وفقدان السيطرة على الميليشيات وفرق الاغتيالات. نبدأ من صحيفة الجارديان البريطانية التي قالت أن الميليشيات تسكت أي صوت ينتقدها في العراق. نقلت الصحيفة عن ناشطين وصحفيين في العراق تأكيدهم أن الذين قتلوا أن الذين قتلوا المحلل السياسي هشام الهاشمي وغيره من الصحفيين أرادوا إسكات الأصوات التي ترفض تغول الميليشيات في العراق. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن جريمة اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي وسط بغداد برصاص مسلحين تعكس الثمن الباهظ للانفلات أو للإفلات من العقاب. قال المرصد إن جريمة قتل الهاشمي ليست الجريمة الأولى التي تنفذها جماعات خارجة عن القانون وتستهدف صحفيين وأصحاب رأي دون الكشف عن هوية الجنات أو تقديمهم للعدالة، لافتا إلى أن الجريمة وقعت عقب إجراء الهاشمي مقابلة صحفية انتقد فيها الميليشيات المسلحة التي تقصف باستمرار المنطقة الخضراء في بغداد. الواشنطن بوست الأمريكية قالت إن اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي يؤكد وجود حملة اغتيالات بطيئة تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران ضد منتقديها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هشام الهاشمي كان هدفا للميليشيات التابعة لإيران منذ فترة رئاسة عادل عبد المهدي، وقد تعرض لتهديدات جدية منها، لافتة إلى ضلوعها المؤكد باغتياله أي الميليشيات. الاندبندنت البريطانية أيضا خرجت بتقرير بنسختها العربية قالت إن لهجة إعلام الميليشيات في العراق ضد الناشطين الذين كانوا يدعون إلى حصر السلاح والحفاظ على هيبة الدولة اشتدت مع زوال خطر تنظيم داعش عن العراق في عام 2018. ذكرت الصحيفة أن حملات التحريض بلغت ذروتها أواخر عام 2019 حين نشر إعلام الميليشيات قوائم بأسماء صحفيين ومدونين وإعلاميين واتهمهم بالعمالة للسفارة الأمريكية. موقع المونيتور الأمريكي قال إن اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي يدل على ضعف الأجهزة الأمنية وإهمالها على حساب حياة العراقيين وأمنهم وحريتهم. وطبعا الموقع الأمريكي شكك بقدرة مصطفى الكاظمي الذي تعهد بعدم السماح بعودة الاغتيالات إلى المشهد العراقي على اتخاذ خطوات جدية لتقديم المسؤولين عن اغتيال الهاشمي أو غيره إلى العدالة. طيب نتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام عدد من المواطنين العراقيين في بغداد وهم يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة، فلنشاهد. يجب أن يكون هناك تجفيف لمنابع هذا السلاح المنفلت، لا أقصد بعض الجماعات المسلحة فقط والتي عاثت في الأرض فسادا، ولكن حتى العشائر العراقية الأصيلة بدأت
تخزن ما لذ وطاب من السلاح كما يقال كالطعام. الدولة تكون ضعيفة إذا تكاثرت بها الميليشيات، ليش؟ راح تكون دولة فلتة، يعني هذا حزب حاط له ميليشيات، ذاك حزب حاط له ميليشيات، كل من راح يعمل باتجاه يعني ما يفيد الدولة. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. أبو زينب موجود؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو زينب من النجف. إذا المشاهدين الكرام أسئلة تطرح بهذا الموضوع، هل يستطيع مصطفى الكاظمي أن يحصر السلاح بيد الدولة ويسيطر على هذه الميليشيات، بل يحاسب هذه الميليشيات على الانتهاكات التي ترتكبها؟ هل يستطيع أن يفي بوعوده بإيقاف العنف المتبع من هذه الميليشيات وفرق الاغتيالات ضد العراقيين؟ كيف نفسر موضوع اغتيال هشام الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد، في منطقة تسيطر عليها قوات حكومية ويفترض أنها منطقة مؤمنة؟ هل هذا يعني أن القوات الحكومية في العراق متواطئة مع الميليشيات وتسمح لها بالدخول إلى المناطق التي تحت سيطرتها وتسمح لها بتنفيذ عمليات الاغتيال أو الخطف أو الاعتقال؟ طبعا الميليشيات أيضا تنفذ اعتقالات بعيدا عن القانون، تسمح لها بتنفيذ هذه الانتهاكات ولا يوجد رادع لها أو للميليشيات؟ طيب ما دور وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين حياة المواطن العراقي الذي لطالما يشتكي من هذه الميليشيات التي تبطش بالعراقيين لأسباب طائفية، لأسباب أخرى، أسباب تغيير ديموغرافي، ربما هناك عداوات شخصية أو مشاكل أو خلافات أو ما إلى ذلك؟ متى سينصلح الوضع الأمني في العراق في ظل وجود هذه الحكومات وفي ظل وجود هذه الأحزاب؟ معنا السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يحفظ ابن محمد، يحفظ قناتكم العظيمه ان شاء الله، ويظلون انتم الله يسلمك على راسي وعلى فقراء العراق ان شاء الله باذن ربه ورسوله. نعم. ابن محمد هذول كم سنه صار ما هذول الميليشيات يذبحون بالعراقيين، عشان هذا الهاشمي اخر شيء، وقبلها وقبلها وظاهرين 700 ليت يعني وين الحكومة يعني ما يحقق شوية من الشعب العراقي؟ وين هذه الميليشيات جابهم وشوداهم؟ هاي الكاميرات موجودة تقتل العراقيين، الحكومة الساكتة بس تصريحات كذب 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 بقتل العراقيين من الجنة الكافرة، لأن عندنا 350 طيار ودوم اليرات. نعم. يعني سم ألف مهجر العلماء، ما علماء قتلوهم بالعراقيين. نعم. والله لا الكاظمي لا ابو الكاظمي لا جد الكاظمي على هذا الميليشيات، هو هذا اللي قتل اول مره، مو قال ابو علي ابو نعم ابو ميليشيا حزب الله. نعم. حدد قبل 23 يوم يا ابني يا ابني والله العظيم ما حد ما يقدر على هذا المجال ضد رب العالمين. نعم. والله راح يدفعونا من ولدي ورجالي محمد القران العظيم رحمه الله على شباب العراق وشهداء العراق. نعم. والله كريم ان شاء الله ان شاء الله. انا اشكرك يا سيد ابو زكريا من كركوك، شكرا للمشاركه. ابو زينب من النجف يعاود الاتصال مره اخرى، حياك الله ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هناك مثل قديم يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم. إذا كانت النيات صافية والقصد هو النية الوطنية بأن تكون هناك فصائل مسلحة، على هؤلاء أن ينقرضوا إما في الجيش أو في الشرطة أو في القوات الأمنية الأخرى. إذا كانت حقيقة من هاي العملية الغرض هو حماية الوطن. طيب. وإذا تعددت الفصائل والميليشيات المسلحة وكل مع قائده في جهة ما. نعم. وتهدد أمن المواطن، فهذا دليل على ضعف الدولة وضعف الحكومة. نعم. ماكو، هاي راح تصير مافيا، ماكو دولة داخل دولة،
لان هنا طبعا مع تشعب الولاءات. نعم. احنا المفروض وقد بحت اصواتنا نقول لا عرب ولا اكراد ولا تركمان ولا مسيح ولا سنه ولا شيعه. نعم. انما الاول ان تقول انا عراقي. نعم. ان تضحي من اجل بلدك، تعطي من اجل بلدك. البلد مو حتى المثل الدارج يقول اني واخويا على ابن عمي واني ابن عمي على الغريب. نعم. هسه احنا نريد اول مره لحمه الدار الداخليه. نعم. وهذا هو الهدف الاساس بالهذا، غير الافكار المعلنه لهم. هو ترى الاستحواذ على المصادر الماليه. المصادر الماليه هاي المئات من المليارات اللي ما كان يحلمون بيها. نعم. والدليل الان شوف كل ما تصير ازمه يجوا لك على الموظفين يصبون جام غضبهم وكانما الموظف هو اللي سارق، هذا الموظف الصغير. نعم. وبالذات يصبون جام غضبهم على المعلم والمدرس، ما اعرف شنو الحقد هذا. انت تتوقع يعني او تعتقد يا ابو زينب انه حكومه الكاظمي تقدر تسيطر على الميليشيات اللي دا تحمل السلاح واللي دا تختال المواطنين العراقيين يوميا؟ لا ما تقدر كسابقاتها. شنو اللي يمنع؟ شنو اللي يمنع؟ ليش ما تقدر؟ تهديدات من رؤساء الكتل وقالوا له صراحة قسم هددوه اما بالقتل وقسم اما بالاقصاء. نعم. فاذا هو وجوده فقط مجرد صنم. مجرد صنم لا اكثر. وهي حكومة كاذبة ودولة كاذبة غايتهم المال. اخي اذا رئيس الجمهورية نعم. ياخذ رشوة من شركات الكهرباء ربع مليار دولار. هذا شنو حرصه على الوطن؟ طيب. اذا رئيس الوزراء كذلك، الوزراء نعم. رئيس الوزراء يقول امنا جميع المصارف والموظفين ياخذون راتب، هذا حكي قبل اسبوع. ولحد الان ما مطين غير بس وزارتين او ثلاثة. نعم. الناس قامت تقدم للجوع. صحيح. زين الى متى الشعب صامت؟ على الشعب ان يثور، يعني شنو سلميه سلميه؟ ما تفيد السلميه ويا ذولا. وشكرا. شكرا يا ابو زينب من النجف، ويانا السيد احمد من دياله، تفضل يا احمد. احمد الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، حياك الله. شلونك استاذي؟ الله يسلمك، تفضل يا احمد. شلون صحتك؟ والله استاذي رحمه الوالد صار لنا واحدنا الى ما موقف، ما موقف 11 شهر، 11 شهر ونص، 12 شهر احنا موقوفين. وين موقوف؟ احمد احمد الو وين موقف يا احمد؟ والله تحرير، سجن تحرير، يعني انا على موظفيني على ماده دواء المخدرات ما ملزوم عندي كل شيء وفاصل نظيف، بس اكو جماعه برا عندي مشكله عائليه وياهم اتعاركوا وياي وراحوا اخذني غير لجنه واخذوني وعذبوني ووصلوا وصلت ثواني صار لنا 12 شهر موقوفين. نعم. طيب شلون الوضع يومكم هسه يا احمد؟ والله وضع مو زين، الجرب قاتلنا، الجرب قاتلنا. وشنو حقوق الانسان؟ ما في يجي حقوق الانسان، ما في يجي يطب السجن ما تحرير يشوف الجرب ماكلنا، الجوع قاتلنا، يعني ما تقدر تحكي ويا ضابط. نعم. كورونا وصل لو بعد؟ والله ما نعرف، بي كورونا مين ما نعرف، بي كورونا ما نبي كورونا، هاو المريض ما حد ما يقدر يعرضك للمستشفى، يعني دعوة على باطل 11 شهر و 12 شهر ناين وكل شيء ما عندك لا اثبات ولا دليل. نعم. اي بركة. الله يكون بعونكم يا احمد من دياله، انا اشكرك وان شاء الله صوتك يوصل، شكرا جزيلا للمشاركه. ابو فيصل من السعوديه تفضل. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور، حياك الله. تحيي لك الغناء وكادر الطيب، تحيي للمتصلين والمشاهدين. الله يسلمك. بالنسبه استاذ محمد الحكومه ويقولون في يعني الحكومه هي تخطب على الميليشيات، هي اقرب من الميليشيات اصلا، هي تابعه للميليشيات استاذ محمد. نعم. يعني هي اجرى من هي الكاتبه وكاظمه وهذا الخرابيط الكاظمه، الكاظم جاء اول شيء سواه هو سرق الثلاث شهور من المواطنين الناس المساكين الضعيفين، الثلاث شهور.
واعتقالات المواطنين خصوصا حزام بغداد، مدينة ما يقوم به الخاضر هذا المجرم من أعمال إجرامية ضد الشعب العراقي. فلا حل مع العراق إلا بإسقاط النظام من جذوره. رئيس جمهورية خاين، رئيس وزراء فاسد، رئيس النواب فاسد، النواب على أساس هذول فاسدين. يعني نحن لا نعود إلا على الله ثم على الشعب العراقي. يا وين الشعب هذا الأستاذ محمد زين؟ لازم يثوره، إذا ما ثار والله العظيم ننتقم للعراق قائما. شكرا يا ابو فيصل. ابو محمد من السعودية تفضل. ابو محمد الو تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا محمد نعم، اللي قتل هشام الهاشمي معروف عند الكاظمي. نعم. هو الذي هدد هشام الهاشمي اللي قتله. نعم. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ثورة 20 لها 100 سنة إن شاء الله، النصر قريب. نعم. أقول للثوار لا تطلبوا من في العملية السياسية أي شيء، وانتخابات وغيرها، كل من في الأحزاب ومجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس العراق قال هؤلاء مفسدين، نهبوا خيرات العراق وأموال الشعب العراقي تذهب لإيران وميليشياتها ودرعتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا سيد أبو محمد من السعودية. معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما بالنسبة للعراق، لا يوجد أمن ولا أمان. إذا في وسط النهار ينقتلون الناس. نعم. يعني وين الأمن بعد؟ وين الأمن؟ نعم. وين رئيس الوزراء اللي هو بالمخابرات اللي يعرف كل من هذا دا يقتلون؟ نعم. كل اللي دا يقتلون وكل من دا يأذون هو يعرفهم. نعم. وعنده ملفات كل شوية، لكن هو من جماعته، هو من جماعته لأنه عندها ملفات الفساد وياهم. فواحد يطلع فساد الثاني ما يصير. فإحنا ما عندنا لا كاتمين على أصوات كل الناس. لا يقدر الصحفي يحكي بوضوح، ولا يقدر الكاتب يكتب بوضوح يعني بما يريد، ولا الصحفيين يطلعون مثل ما يطلعون بلبنان يشوفون شنو يردون المتظاهرين. احنا هنا اكو قتلة، اكو ناس عصابات مستولة على البلد من 2003 الى الان. وما حد يقدر يلزمهم. ليش؟ لانه هم وراهم سندهم ايران. هي ساندتهم وامريكا، وامريكا هي تريد، وايران هم يردون خلل هذا البلد، هم يردون تضعضع هذا البلد، ما يردون استقراره ولا يردون ان يدوم بالاستقرار، ولا يريد يدوم يعني العلم ولا الفهم ولا يدوم العراق مثل الاول يصير. يردون يظل القتل والنهب والسلب موجود والبوظ موجود. فان شاء الله يا رب احنا على صبرنا هذا، ان شاء الله احنا المنتصرين، ان شاء الله بقوه الله احنا تجي قوه قويه اقوى منهم من رب العالمين، يقضي على هالبلد هذول المنحطين السفلى اللي ما يستحون. وانا اشكرك. شكرا يا سيده ام ازهار من بغداد. ابو حسام من كربلاء، تفضل يا ابو حسام. ابو حسام، طيب فقدنا الاتصال. السيد ابو علي من ابو غريب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعمكم الشريفه. الله يسلمك، حياك الله. ابو هشام الهاشمي، قمنا
ابو علي صوتك دا يقطع وغير واضح، ارجو منك تعاود الاتصال مره ثانيه. تفضل. لا الله والديك يطول عمرك. تفضل. الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. من كت والله من كتله هشام الهاشمي العراق كله قام يخاف. اريد ان واحد شريف يطلع يقول اخوه مثل الحش، يقول اخرج يا اخوه الايمان، ماكو واحد شريف يا يقول لنا اخرج يا اخوه الايمان. ايه الخوف يوميا واحد يكتلوه احمد راضي يكتلوه مشي الميليشية، احنا ما نسميهم الميليشية نسميهم اللواهية، نسميهم الميليشيات. بس هذول مو ميليشيات، هذول لواهية، هذول المفروض واحد يلزمهم وينعل والدتهم. نعم. ليش يخربون العراق؟ العراق من الشمال لجنوب، يوم يودون ميت للحصوة ما لبغى، ونوبة يودون للنجف، وما عرفنا شنه المشكلة؟ شنه المشكلة؟ هاي الحسين ولا حسدوه؟ العباس ولا حسدوه؟ اي لا شو تريدون من العراق؟ انت يا قيس الخزعلي شو تريد من العراق؟ انت يا هادي الاحمد من نجيت شو تريد من العراق؟ هاي لحسدوه لحس لما الاطهار كليتها. الله لا يوفقكم، الله لا يعطيكم العافيه ان شاء الله. ويوميا مقتول واحد. اي جانا الرئيس هذا مصطفى الكاظمي. نعم. غير يحط لها حل، غير يحط لها حل، ونشوف العراقيين وين نروح؟ خلي يقول لنا اخرج يا اخوه الايمان، ما حد يقول لنا ايش. مو اريد واحد مثل الحجه، مثل الحجه عليه الصلاه والسلام. اي هسه طيب. كل احنا جاي نكتل وخوف الرعب بينك، الرعب ما نام الليل. اي واحسن واحد جاي، احسن شخصيات جاي تنكتل. نعم انا اشكرك يا ابو علي من ابو غريب. الله يكون بعون كل العراقيين. نعم ارهاب حقيقي موجود بالعراق الان، يضاهي ارهاب التنظيمات المتطرفه، وكما قالت منظمه هيومن رايتس ووتش وقارنت هذه الميليشيات اللي هي تندرج ضمن الحشد الشعبي بانها ترقى بجرائمها لداعش. طبعا يطرح السؤال ابو علي من ابو غريب، يقول انه مصطفى الكاظمي انتظرنا منه انه يحط حد لهذه الميليشيات. لو كان صادقا في كل الوعود التي اطلقها بحصر السلاح بيد الدوله والسيطره على هذه الميليشيات، لما اطلق سراح 14 شخص من ميليشيا حزب الله وهم ممسوكين بجانب منصات اطلاق صواريخ مستهدفه المنطقه الخضراء، وطلعوا براءه لعدم كفايه الادله. طيب ذول شو كنت حيتحاسبون؟ شلون حيتحاسبون اذا النظام يسير بهذه الطريقة؟ نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. أكسجين ماكو بعد ما راسك. الله أكبر. شوفوا بسبب الأكسجين، شوفوا يصيحون اكو اكسجين، يصيحون شوف العالم موتت، عمال ما عندهم يطلعون، عمال جابوا عمال وما اعطوهم فلوس. الله اكبر. سووا مشاركه حتى اصل العالم، سووا مشاركه راوهم يصيحون اكو اكسجين، راوهم سووا مشاركة. مع الأسف والله
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا هذا المقطع الذي شاهدتموه هو جزء من حقيقه كبيره للواقع الصحي المنهار في العراق، وغياب الاكسجين عن كثير من المستشفيات خاصه بموضوع كورونا، واحتياج المصاب بهذا الفيروس الى انابيب الاكسجين لانعاش الرئه بشكل مستمر، لانه بمجرد غيابها كما شاهدتم باعتبار ان هذا الفيروس يهاجم الجهاز التنفسي بشكل مباشر. نكمل الحديث مشاهدينا الكرام بموضوع الميليشيات وفرق الاغتيالات والموت وانتشار السلاح بالعراق بشكل عام. معنا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. حياك الله أستاذ محمد. الله يسلمك، تحيا ودوم، تفضل. رحم الله والديك. هاي الاغتيال، الاغتيال الهاشمي هذا انذار للشهيد مصطفى الكاظم. قبل فترة حددوا وقالوا لنا كذا نسوي كذا. أنا هذا لا ارتحت هذا الصحافة، شكو شخص راح يحكي عن ميليشيات، على الاحزاب هاي الحرامية الصغار، يعني هذا اي شخص بعد اذا على قناة اي قناة هالشي يحكي على الميليشيات على الاحزاب هاي سنة هايته. بس احنا نقول هسه هو رئيس وزراء، نقول صارت وزراء المفروض ما تمجال هسه اما ذول الحشيد وغير الحشيد مو كل يجوا قال انا بالحشد. صار له كم شهر رئيس وزراء، ايش قدم للملف الامني تحديدا؟ ما احنا هو اهلي يجيبون ساضرب الحديد، ساسوي كذا. نعم. وما اجى رئيس وزراء وعدل وعرف الشغله مالته. يا اخي ما يقدر انسان، ما تقدر تكحه. نعم. اخي ما يقدر يتنحى، ما يقدر يخليه يتنحى، مو مجبور. عمي القبله شنو سوى؟ هو شنو القبله شنو سوى حتى هو يسوي شيء؟ نعم. ما سوى شيء، بس هي هاي تهديد له. شوف اي شخص يحكي يتكلم نعرف شنو، يعرف مصيره شنو. تصفيه، هاي تصفيه. بس احنا نتمنى الناس الواصلين ان شاء الله هاي ما تهزم لا الطلقه ولا تهزم، هاي عندهم الكلمه اذا يحشوها يوقفون ويتحدون. هاي نعم. على اساس من سوى اي شكل يقول لك هاي بعد ما يقدر يحكي، هذا يسكت بعد ما يحكي لا بالاذاعه ولا بكل واحد. ونشكر اذاعتكم، انا اشكرك، الله يبارك فيكم، ونشكر الكادر، ونشكر مسؤول القناه، ونشكر لك يا اخي ابو محمد أستاذ محمد. الله يسلمك ويبارك بك يا أبو علي، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. نقرأ بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام لنواكب في الجهتين. زينة من الموصل تقول: أطلب العفو العام للسجناء الأبطال، كانوا بيد داعش، خالي من ضمن الأبطال، صار 3 سنوات ما نعرف عنه شيء، وين السجناء؟ الحكومة حررتهم، نطالب بالعفو بأسرع وقت، كورونا تنتشر في السجون، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو حاتم من الموصل أيضا يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول: لا حياة لمن تنادي، هذا الوضع بالعراق الإداري والأمني والصحي والخدمي كله لصالح الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين على يد لصوص الخضراء. البرلمان العراقي والجمهورية العراقية ورئاسة الوزراء ليس لديهم شعور بالمسؤولية، والمسؤول على ما يدور بالعراق والشعب العراقي بالثورة الواسعة على عموم العراق بكافة الوسائل السلمية والمسلحة إذا اقتضى الأمر. الحق بالسيف والعاجز يريد الشهود، والسلام عليكم. معنا الآن السيد علي من صلاح الدين، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا بلاز، إحنا يعني إحنا بقضاء جديد هسه حاليا. نعم. صار فترة كثرة الأزمات، الأزمات مال كورونا. نعم. لحد الآن صار لنا أسبوع مظاهرات مشددة. نعم. ولحد الان يعني اي واحد من الحكومه ما طلع علينا وقال لنا شو تريدون. نعم. وانتم شو تريدون يا علي؟
يعني اريد واحد من الحكومه يطلع لنا يشوف لنا يشوف مقالبنا يعني. وصل رسالتك انت هسه مخابر، انت هسه مخابر يا علي وصوتك والناس تسمع، قول رسالتك شنو هدفكم؟ يعني رسالتي بس خلي يطلع لنا يجي مسؤول يشوف يعني يشوف الحال اللي احنا فيه في قضاء الدجيل، يعني قضاء الكبرى ما في مستشفى. نعم. يعني يصير هاي الوضعيه زين. اوكي يا رئيس الوزراء انت يعني جيل جديد. نعم. ها قبل احداث مال داعش دجيل حاربت وقاتلت ونفد شهداء، يعني لحد الان مستشفى ما بيها؟ نعم. يعني احنا الى متى نظل هيك؟ الى متى نظل ساكتين؟ مكافاه عاد ملينا والله. نعم. والله العظيم جثث اللي بيهم مصابين مصابه كورونا يحجرهم بالبيوت. يصير هذا الوضع؟ نعم. هذا امن هسه يا علي، صار هسه احجر نفسك ببيتك هو امن للعراقيين من مستشفيات التعبانه. زين يعني الى متى يعني العالم ده تموت؟ نعم. في الشارع تموت يقول لك يلا تعال خذ جثتك الميته بالشارع. نعم. شلون؟ لا ما تتحمل. الله يكون بعونكم يا علي، واتمنى نعم. صوتك يوصل. انا اشكرك، اتمنى صوتك ورسالتك توصل انه هاي المليارات اللي انفقت وسرقت في العراق لم تعمر مستشفى، لم يصل الدعم الصحي الى هذه المناطق، الى هذه الاقضيه، الى هذه النواحي، ويظل المواطن العراقي يعاني. ابو حسن من بغداد تفضل. ابو حسن من بغداد موجود؟ يبدو ان السيد ابو حسن من بغداد غير جاهز. موجود ابو حسن؟ نعم وياك. تفضل يا ابو حسن. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي محمد، هي كلها مؤامره يعني صارت على العراق. يعني لو شايفين هسه هي امريكا هي سبب البلاء بالعراق. نعم. يعني منها تركيا تضرب، ايران تضرب، يعني البلد صار العوبه بيديهم هذول. نعم. وشويه لما خلوا العراق جابوا هذول الميليشيات واعداء العراق استلموا الحكم. نعم. هي هاي امريكا سبب البلاء كله. احتلوا العراق ودمروه وقاموا يقتلون الوطنيين، كل هذول هم اداه امريكا. نعم. واداه ايران واداه المتحالفين كلهم علينا. يعني بلد ابد ما يخلوه يستقر، هم جايين يذلون العراق يدمرون العراق. نعم. يعني هاي امريكا دوله نصوصيه، والله دوله نصوصيه، تاخذ خيرات العرب، تكتب من العراق على على سوريا، على لبنان، على اليمن، وهاي ايران راح اعطيك واسرائيل والله. نعم. يعني هسه هذا الولد يداعم حق العراقيين يقتلوه ومهددين، يعني شو تتوقع العراقيين؟ يعني هسه تركيا اذا تقطع علينا المي، يعني شو يسوي العراقيين؟ صحيح. يعني كورونا اذا قطعوا المي، هم ظلوا ساكتين عراقيين؟ يعني ظلوا طول عمركم واحد يكفخ بيكم؟ يعني انا اتعجب، انا شعب يوعى على العلم اللي يصير به. يعني هسه تركيا تضرب على طابين 70 كيلو متر، يعني ايران تضرب ابو حسن يعني تدري احنا. نعم. اليوم بدنا نتكلم عن موضوع الملف الامني، نقول انه هاي الحكومه اذا ما تقدر تسيطر على مجموعه من الميليشيات اللي تحمل السلاح خارج اطار القانون، شلون تقدر تدير امور دوله كامله؟ لان هم مو اصحاب دوله اخي، مو عراقيين. يعني هسه كل واحد جارنا جاي من غير مكان. هذول هم بيأذونا يا اخي، هم سامحين لهم عراقيين، شاهدوا الحدود من كل المكانات. امراض كورونا طبت علينا من اعداء الاسلام. نعم. يا اخي عشان هم عراقيين صدق وحكومه عشان سدوا الحدود، يعني نعم. عشان سدوا الحدود حاول على الشعب، هم من البدايه يخطون الشعب، ياخذ نعم. يدمروه يهتكوه، يعني لا الصحه بها خير، لا الزراعه، لا الصناعه. يعني لو شايف المستشفيات يشيب شعر راسك يشيب. هذول مو اسلام والله، هذول يهود يا امه محمد، هذول يهود. يا عراقيين اصحوا والله عم تظلوا ساكتين، يعني الى متى الى متى؟ بس نعم. بدي الى متى؟ يعني هاي الامراض تصير بينا والاحتلال وهذول الشرذمه مالتهم يا اخي كفر. يعني العراقيين وحتى هذول المتظاهرين اخواننا المتظاهرين لما تظاهروا قالوا لهم ما نريد حكم، ما نريدكم، ما نريدكم، ما نريدكم. هذول مشلبين، احنا الشعب ابن نفسه، اجوا احترموا الشهداء القتلوا بالمتظاهرين. يعني ما لهم قيمه العراقيين، ما لهم قيمه. يعني اساس شهداء المتظاهرين كم مره حكوا راح نسوي حل لهم وراح نقتصر من القتلة، شنو وين قصوا؟ كلها سكوت وغيره وغيره. والمساجد مالتنا اللي احترقت
والقرآن احترق، يعني على غير انتم ما تحسون بالدمار ده يصير بكم، ظلوا ساكتين يكفون بكم، ظلوا طيب. ساكتين. انا اشكرك يا ابو حسن من بغداد، وضحت الفكره. ابو احمد من بغداد تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحية لحضرتك وتحية للمتصل. كلامه دقيق والله يا أخي العزيز. نعم، حياك الله. دقيق وصحيح. احنا كل ما يهمنا هو كيف نتصرف تجاه هذا العدوين، العدو الإيراني والأمريكي. نعم، العدو أصبحوا أعداء للشعوب العربية. نعم، أمريكا وإيران في خط واحد، يعني خط متوازي يمشون عليه على تجويع الشعوب العربية. نعم، هاي أول نقطة، تجويع الشعوب العربية. الظاهر ماشي الاستراتيجية ماشي مالتهم تجويع الشعوب العربية. وأما الجيوش اللي مخليها أو الرؤساء اللي مخليها على الدول العربية هي لقمع الشعوب العربية. يعني هاي أصبحت واضحة للشعوب العربية، واضحة كلها. هاي واحدة. أخي العزيز الشعب العراقي ضحى وضحى يعني من 2003 إلى مو قبل 2003، لكن الشعب العراقي والله إن شاء الله هو المنتصر. دور التشرين منتصر بعون الله، ما بيع مجال. يعني هذول مجرد يلعبون بالوقت الضايع. سيجي يوم، ودائما ترى الإنسان الفاسد هو ضعيف. نعم، ضعيف أمام الشعب. يعني هاي نقطة ما يكتب عليها. السارق والفاسد واللي باقى المليارات الدولارات واللي الأحزاب اللي متكالبة. أما نرجع على الميليشيات لو يطلع بداية من هسه، أنا أوجه رسالة للمرجعيات الدينية. نعم، العراق سنية وشيعية وغيرها، المفروض يوقفون الميليشيات ويحللون هدر دمهم. هؤلاء ميليشيات يعني حقيقة يستحل اللي يشوفها يشيلها واحد إنسان بسلاح يروح يقتل متظاهر إنسان مسالم. هذا ما هدر دمه، خلي يطلع ولا الميليشيات أحزابك خلي تطلع له هدر دمهم. أخي العزيز، لابد من وضع بالنسبه للمرجعيه الدينيه تخلي حد للميليشيات. هو يا مكثرها. تحيه لك لحضرتك. شكرا جزيلا يا ابو احمد، شكرا جزيلا للمشاركه. العراقيون حقيقه فاقدون للامل بهذه الحكومه وبحكومات ما بعد الاحتلال، لانه هي اساس كل ما يحدث الان بالعراق. يعني نشاه الميليشيات والسماح ب بروز هذه الميليشيات وحملها للسلاح وتحديها لسلطة الدولة وللقانون، هو كان بفعل هاي الحكومات اللي جت بعد الاحتلال وبفعل الأحزاب المسيطرة على الحكم بالعراق. الميليشيات لو كانت هناك دولة قانون ومؤسسات ودولة أنشأت نظاما أمنيا رصين ومحكم يحفظ الدولة هيبتها وأمن الناس وأمن البلد بشكل عام، لما استطاعت هذه الميليشيات أصلا أن تخرج، مو بس تصمد، لا تخرج حتى للعلن. لكن كانت هناك أرضية خصبة حقيقة لخروج هذه الميليشيات، والنتيجة اللي نشوفها اليوم بعد 17 سنة من الاحتلال أصبحت تضاهي قوتها العسكرية، قوة ما تمتلك الحكومة وأجهزتها الأمنية. وطبعا دور الحكومة بأجهزتها الأمنية هو دور سلبي للغاية، لأنه لم تستطع حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وتحمي العراق من أخطار كثيرة، وسمحت للميليشيات بأن تسيطر على المنافذ الحدودية، أن تنشئ سجون خاصة، أن تبعد ناس، تهجر ناس عن مناطقهم وتمنع حتى الحكومة. يعني وزير الداخلية محمد الغبان بحكومة حيدر العبادي لم يستطع الذهاب إلى منطقة جرف الصخر ويدخلها بسبب منع ميليشيا حزب الله إلى من الدخول، وغيرها طبعا من قصص وأخبار و حقيقة قضايا يعني مخجلة، أنه الوزارات الأمنية لا تستطيع أن تتعامل مع ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة والقانون. خالد من بابل تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ. حياك الله استاذ. انا من بابل. شلون؟ من بابل، عندي شكاية على مستشفيات بابل. نعم، عندي شكاية على مستشفيات بابل. يعني انا عندي فشل نخاع العظم. نعم. اي هي بلاستيك انيمة. شنو حال المستشفيات ببابل يا خالد؟ هسه حاليا على مستشفى التركي كل علاج ماكو. نعم. يعني نسبة الدم يعني ما كلنا متبرعين الا هاي، لان عندي بلاستيك انيمة بين يوم ويوم ادير دم. نعم. وهسه شغلت تعبانة جاي. انت بيها مستشفى تحديدا؟ بيها مستشفى تحديدا يا خالد؟ المستشفى التركي. مستشفى التركي؟ مستشفى التركي. نعم. وعندي فشل نخاع العظم، جاي افطر دم والبلازما، هاي بلازما الكريات البيض. شنو فصيلة دمك؟ انا فصيلة دمي اي بي زائد. اي بي زائد. اي. نعم. وجاي شلعون قلبه بالتبرع، الا ما تبرع الا زين. انا بين يوم ويوم ادير، مين ما خليت والله لا اقرباء لا اصغر. نعم. كلش قد تحتاج نقل دم يا خالد؟ خافت انا في الوقت هذا ما حد يتبرع، لان يخافون من هذا الوضع، يقولوا خاف من صاب خاف هاي. نعم. يعني بهيج حاله شلون احنا؟ نعم. خالد كلش قد تحتاج دم؟ بين يوم ويوم والله. بين يوم ويوم. نعم. وعندي نسبة الحديد جاي تصعد، تراك من ادير دم تصعد نسبة الحديد صاعدة عندي هسه 14000. الله يكون بعونك. وقلبي جاي يدق ما اقدر اقع، حتى بس اقوم يغير ولا اقع ما اقدر اقوم عن شيء، لان قلبي صاعد الدم خفقان يصير عندي واقع. الله يكون بعونك يا خالد ويشافيك. الابر ما موجوده، الابر بالمستشفى ما موجوده وبرا موجوده. نعم. اللي بنعرف السبب شنو. نعم. خالد الله يشافيك ويعافيك من مرضك. حقيقه يعني هاي رسالة وصوت خالد إلى كل عراقي، خاصة أهالي محافظة بابل. المستشفى التركي فصيلة دم خالد هي أي بي زائد. لمن يستطيع، لمن لديه القدرة أن يتبرع بالدم إلى خالد، شاب عراقي بحاجة إلى مساعدة، يحتاج إلى نقل دم بين يوم ويوم. ومستشفى هو بمستشفى مكان للعلاج، لكن فارغ المستشفى كل شيء ما بيها من مساعدات تعين خالد على مرضه. الله يشافي الجميع. محمد من السعودية تفضل. محمد من السعودية. سيد محمد موجود؟ طيب، فقدنا الاتصال. نقرأ بما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام الرسائل الواردة على واتساب القناة. في رسالة لدينا، نطالب بالعفو العام، نطلب من مصطفى الكاظمي بإطلاق قانون العفو العام أو قرار العفو العام. ولدنا بالسجون وكورونا نخاف عليهم، ولدنا بالسجون وكورونا نخاف عليهم من مرض كورونا، نطالب بالعفو العام. في رسالة لدينا، يعني شخص أرسل لنا يقول كما وصلني صورة من محادثة على فيسبوك، على ماسنجر فيسبوك، وفيها أنه سلام عليكم وحدة الجناح الخاصة، يقول تم تنفيذ العملية المكلفة بشارع زيونة، يعني ويشير بهذه الرسالة أنه هذا النص هو بعد تنفيذ عملية اغتيال الناشط المحلل السياسي هشام الهاشمي. طيب، في رسالة لدينا، السلام عليكم، أنا طالب بالعفو العام، أخوي صار له 13 سنة في سجن الناصرية، رئيس الوزراء نايم وينه؟ الله يحرق قلبك على أولادك مثل ما حارميني من أخوي. الله كريم إن شاء الله. في رسالة تقول مروة من الموصل،
السلام عليكم يا حكومتنا، حسوا عيب عليكم، كافي كذب، من تصير الانتخابات تطلعون راسكم وتقولون للشعب شنو محتاجين على مود الانتخابات، من تخلص الانتخابات تتغيبون، كافي كذب، الشعب عرف كذبكم. في رسالة لدينا، السلام عليكم، من السيدة فاطمة من بغداد تقول: اغتيال الهاشمي جريمة يندى لها الجبين، مع الأسف هناك استهداف للكفاءات بالعراق، لابد الانتباه والضرب بيد من حديد. رسالة أخرى، السلام عليكم، أرجو قراءة رسالتي، الناشط قناتكم بإيصال أصواتنا إلى كافة السياسيين لإنقاذ أبنائنا المعتقلين، لأن فيروس كورونا انتشر داخل السجون العراقية وما عندهم طبيب ولا يسمح بدخول الكمامات داخل السجون، إضافة إلى أن القاعة الواحدة تحتوي على 100 سجين أو أكثر، وهذا يساعد على انتشار الفيروس بسرعة كبيرة. الكارثة الحقيقية تحدث في السجون العراقية، ونحمل الحكومة مسؤولية أي شيء يصير بأولادنا. أنقذوا السجناء، أنقذوا السجناء قبل فوات الأوان يا حكومة. في رسالة لدينا، السلام عليكم، تحية محبة وسلام إلى قناة الرافدين العراقية الأصيلة، ونحن نمر بهذا الظرف الصعب ومنعنا من الصلاة بالمساجد، ونحن بأمس الحاجة إلى الدعاء بأن الله يحفظ العراق وشعبه من الوباء، وباء كورونا ووباء الأحزاب وميليشياتها. لماذا المساجد أغلقت؟ حتى قراءة القرآن لم تذكر بالمساجد، والحزب الإسلامي والإخوان ملتهين بالسرقات. طيب، السلام عليكم أخويا، أنا من البصرة، راح أتبرع بدم، عندي زايد في مستشفى الجمهوري، يقول لي ماكو كياسة مال دم، تعال بعد 15 يوم، يعني ده راح يتبرع وما لاقي أكياس للتبرع. فاتن من ألمانيا تقول: السلام عليكم قناة الرافدين، أستاذ، كل من يدافع عن العراق الميليشيات يقتلوه. في رسالة لدينا يقول: وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا لرئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، فرحوا الأبرياء وأهالي المخطوفين، والأهالي متخوفين من وباء كورونا المنتشر داخل السجون. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.